ولد حسن قال يا عيني كفي سهم نمي عسل غفاوي بيلتقي بالخليل عمري عام من يوم ما زاوت طيف القمر وغبت عن زوجتي ام العيون الكحيل واليوم برس العجاب المكتوب عاد صدر عني معنا لها ومنها جسين الحليلة ابلسم الجرح يا وضو العين والنظر العين تبكي ونا يفصي من فراق شعليلة مشتاق للشوق صاح ودا حيلة للمطار شوقي ومن قابلوش دافي الشهر ليلة الشهيد الله اشتيار الله ولا يمكن ما اجد شي وسيله العم ما قد سما واهلي يا ما رات غير هذا الطريق من عدا وعاد المرح الطويله عاد امالنا غيري بهم والحضار وصعب والله مكاواني ما يلاقي بديله من شهر الى شهر وانا وعدش بالخبر واقول مسافر ولا لكن ما في اليد حيله بصبر على غربتي من جهز من قد صبر وعودتي لا تضيقني انها مستحيله ما ورمعي عمنا رجل التاج فوق الشعار رجال وافي ويا يسوى في عيوني قبيلة ومحتزم بي وما وحصل ما كاني بشر ما اقدر اغذيه لي واني ما عاد القى مثيلة هذا السبب من وراء التأخير بالمختصر في المعذرة والسماء يوحي الفتى الأصيلة ولد حسن قال يا عيني كفي سهر نمي عسل غفاوي بيلتقي بالخليل كل عام من يوم ما زاوت طيف القمر وغبت عن زوجتي ام العيون الكحيل واليوم برس العجاب المكتوب عاد صدر عني معنا لها ومنها جسيم الحليلة ابلسم الجرح يا وضو العين والنظر العين تبكي ونا يفصي من فراق شعليلة مشتاق للشوق صاح ودا حيلة للمطار شوقي ومن قابلوش دافي الشهر ليلة الشهيد الله يهيني اشتيار الله ولا يمكن ما اجد شي وسيله العم ما قد سما واهلي يا ما رات غير هذا الطريق من عدا وعاد المرح الطويله عاد عمالنا غيري بهم والحضار وصعب والله مكاواني ما يلاقي بديله من شهر الى شهر وانا وعدش بالخبر واقول مسافر ولا لكن ما في اليد حيلة بصبر على غربتي من جهز مرقد صبر وعودتي لا تضيقني انها مستحيلة ما ورمعي عمنا رجل التاج فوق الشعار رجال وافي ويا يسوى في عيوني قبيلة ومحتزم بي وما وحصل ما كاني بشهر ما اقدر اغذيه لي واني ما عاد القى مثيلة هذا السبب من وراء التأخير بالمختصر في المعذرة والسماء يوحي الفتى الأصيلة الختم صلي عليه